سلامات. شوفوا يا شباب، والله انا مش عارف، محتار، بضاعه بتجنن. هدول الجماعه عندهم ديزاينات خاصه لإلهم. هدول الجماعه عندهم تشكيله كبيره. شوف الكتالوج تبعهم، طلع كتالوجهم فيه تشكيله كبيره جدا يا اخوان. هذه بضاعه مش موجوده على علي اكسبرس، هذه بضاعه مش موجوده على علي بابا، هذه بضاعه للدروب شيبينج ممتازه. هاي بضاعه انتم بتقدروا تاخذوها تشتغلوا فيها. شوف الديزاينات، عندك ابوات، عندك شناتي، عندك الجاكيتات، ديزاينات كثيرة، عندك تشكيلة كثير كبيرة، تمام؟ شوفوا. بعدين اطلعوا، نقدر ناخذ من عندهم قطعة. We can buy one piece، minimum order one piece، and delivery time is 10 days، 10 أيام. فيا إخوان تشكيلة كثير كبيرة، هذه بضاعة، اشتغلوا بالبضاعة اللي مش موجودة على علي إكسبرس، بضاعة مش موجودة على علي بابا. هذه للدروب شيبينج ممتازة، بضاعة خفيفة. تمام؟ سهل انها تنشحن، بضاعة خفيفة، سهل انها تنشحن. تمام؟ ركزوا على هذه البضاعة، ما تشتغلوا بالبضاعة الثقيلة، كله جديد. Everything is new. I am shocked. احنا yeah. قسم جديد، سكسن جديد، بضاعة جديدة. تمام؟ شوفوا. Yes, long press. Okay. ها؟ هذه بتعمل مساج للإيد يا شباب. شوفوا يا سلام. يس، هاي ايش جديد؟ اند وات از ذس؟ ذس از اوديو جلاسز ويز بلوتوث سبيكر. شوفوا يا شباب الاختراع، واو. نظارة مع بلوتوث مع سبيكر، اختراعات جديدة. الصين وما أدراكم ما الصين يا شباب. طبعا عندهم تشكيلة كتير كبيرة زي ما احنا شايفين، بضاعة كتير مشكلة. What is this؟ ها؟ خاتم يا اخوان، بشيك على صحتك، بشيك على هذا. ايش ضربتكم أكثر من هيك؟ عندهم أشياء كتير كبيرة. طبعا السمارت ووتش، عندك تشكيلة كتير كبيرة من السمارت ووتش. عندنا هذا ديسبلاي. عندنا هذه الفانز اذا بتتذكروها، السنه اللي فاتت نزلت باكثر من شكل. تمام يا سلام. شوف سمول فيديو كارد، اذا انت مثلا عندك شركه او عندك بضاعه بدك تعرضها بتقدر تبعت هذا وتعطيه لزبونك يشوفه. عندنا اخيرا شوفوا تشكيلة من الباور بانكس. This is power bank. Anyhow. شوف باور بانك. شوف يا شباب. طبعا تشكيلة عندهم كبيرة من الباور بانكس. هذا طبعا اللي هو بتقدر تحط كروتك وايرلس تشارجر. تمام؟ الكيبلز، سبيكرز، ايربودز. Just name it. All things is here. This is big factory. مصنع كبير موجود في الصين، عندنا اسعار كثير كويسه. تمام؟ تابعونا، شوفوا اللينك في البايو، خذوا الاسعار جديده. انا بالنسبه لي اول مره بشوفها، تفرجوا. ماوس باد مع الماوس، طبعا مع كالرينج، مع شغلات. الشباب اللي بتلعب جيمنج، جيمنج بيبل، ذيس از ذا بليس. تمام؟ عندنا التويز باشكالها. تمام؟ شباب هذه بضاعه للدروب شيبينج ممتازه، خفيفه، شحنها سهل، ما فيها مشاكل. تمام؟ اشكال جديده من الكفرات تبعت التلفونات. اطلعوا شباب عن البضاعه التقليديه، التبضاعه التقليديه موجوده على علي اكسبرس، علي بابا. احنا هون عندنا شغلات بس جديده، مش موجوده لا على علي اكسبرس ولا على علي بابا. تمام؟ تابعوا هون، هذا مصنع كثير مهم، الشباب موجودين. ماي فريند كم؟ يس انتروديوس يور سيلف. هاي ماي نيم از ماجنوس اند ماي كومباني از تيابينج. وي برودوس ايسبول ماوس باد، وي اولسو برودوس Berlin Blocks toys, and we also produce plush toys. So these Berlin Blocks toys, they are made of durable ABS plastic material, and they are environmentally friendly. So as for the mouse pad, they are able to pick up the sound of the environment and produce light. You see, as I speak, it's already picking up the sound and illuminating. It's waterproof and oil resistant,
It has this natural rubber button surface for anti-slip features. It's just plug and play USB to Type-C power cable. Thank you so much. Good. شباب انتبهتوا؟ هذا والبلاش توي الشباب انباعها خفيفة لدروب شيبينج ممتازة. نوصل له فترة. هذا كرسي هاي كرتونته خفيفة ممكن تشتغلوا عليه للناس الكبار للناس اللي بتمشي مسافات طويلة بدها ترتاح عندهم تشكيل كتير كتير جميلة صراحة. أنا هذا واحد من المنتجات اللي بحبها بتوقع انه يشتغل كويس. شوفوا عاملين ألوان كتير لطيفة ومختلفة للناس اللي بدها تشتغل بالاكسسوارات السيدات او بالاكسسوارات بشكل عام كله بده باكينج. هذا من اكبر مصانع الباكينج اللي موجودة في الصين. عندهم تشكيلة رائعة جدا عند احجام مختلفة. مثلا اذا بدكم تعملوا باكينج للاسوارة للخاتم وبتقدر تحط اللوجو تبعك هون. بدك تعمل باكينج لتشكيلة مع المجوهرات مع المراي تمام بتقدروا كمان تحطوا تستخدموا هون. بتقدر هون كمان تحط اللوجو تبعك. عندهم تشكيل كتير كبيرة. شوف هالباكينج بأحلى طلعوا. طبعا ألوان أشكال عندك تشكيل كتير كبيرة تقدر تشتغل شو ما بدك وكلياته مع لوجو. تقدر تحط ما في داعي لكميات كبيرة كميات صغيرة معقولة. شغلات كتير جديدة شغلات روعة. أنا بصراحة أول مرة بشوفها. اشتغلوا شباب ركزوا. هذا اللي بده يعمل براند مهم كتير تشتغل وتعمل إشي زي هيك جميل. للدروب شيبينج برضو أشياء مهمة كلها قطع صغيرة سهلة في الشحن أمورها تمام. هذا من أكبر المصانع اللي موجودة في الصين اشتغلوا عليه. يلا شوفكم الفيديو الثاني. سلامات.